ابراهيم خاطر ومدير اداري محمد راشد. اتلعبت مرت عدت وادي هدف اول لفريق نادي الحجاج. طه المهاره موجوده الكنترول يلعب طه مع شادي رضوان. يا ولد يا ولد يا فيل الله على الهدف الاول جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي هدف التعادل عن طريق اللعب حماد عمر رزق. عمر هي دلوقتي اتلعبت في اتجاه شادي. شادي واحد على واحد يعدي واحد على واحد يمر شادي لم عدى يا ولد لكن وقفت. هوبا جول 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 جوه جول. هدف تاني للنادي الاهلي. عدى شوق مش شوق شوق تمريره لعمر رزق. عمر حط يا راجل عمر جول 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 جوه جول. هدف ثالث للنادي الاهلي. عمر رزق يقتل اللقاء تماما. شوف يا عمر الباص السحري من الولد يوسف الشوا حطها لك ازاي. ميدو ركلة الجزاء ميدو نبيل ومواجهة مع عبد الرحمن السيد. ميدو تخصص ركلات الجزاء في النادي الاهلي. ميدو وعبد الرحمن ميدو نبيل وإشارة مبروك نبيل بيقول للاعبين محدش ينزل أرض الملعب محدش ينزل قصد يعني منطقة الجزاء قبل التسديد. ميدو نبيل ميدو جول جول. هيلعب علي أيمن الركلة الحرة وحائط بشري وسابها لأحمد عماد. قرار لأحمد عماد حائط بشري من خمس لاعبين وأحمد عماد قوة والمهارة. يلا يا عماد أحمد عماد والركلة الحرة عماد جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي عن طريق الولد أحمد عماد يحرز هدف أول للنادي الأهلي من ركلة حرة على حدود خط المنتصف لفريق بيراميدز. يلعب مالك محمود يلعب ويعلق داخل مربع العمليات مروان. مش ممكن غريبة وعجيبة وهدف التعادل لفريق بيراميدز من خطأ قاتل. يوسف جبر يوسف يلعب في اتجاه عبد الرحمن ممدوح. عبد الرحمن هيلحق من مقرب. عبد الرحمن يلعب ويعلق يا ولد جول 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 جوه جول. هدف تاني للنادي الاهلي. ميدو اسامه يضع هدف تاني للنادي الاهلي او في فريق بيراميدز. لعبت مره تانيه عند يوسف عدت سندت. مين هيكمل مين هيحط في وسط الزحمه مين يصوب مين يكمل جول 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 جوه جول. هدف ثالث للنادي الاهلي. ميدو اسامه وسط الزحمه الخطاف ميدو اسامه راح سلم على الكابتن هشام حنفي والكابتن اكرامي وهدف ثالث للنادي الاهلي. طويله في اتجاه ميدو اسامه ميدو يسند العرضيه حط يا راجل جول 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 جوه جول. هدف رابع لصاحب القميص أربعة هدف رابع من صاحب القميص رقم أربعة كلها أهداف حلوة وأهداف